حصل الفنان البحريني عبد الله إبراهيم الماجد على المركز الأول في التصوير الضوئي ضمن مسابقة سوق عكاظ في دورتها العاشرة بصورة من صحراء الربع الخالي. الصورة كشفت عن جمال أكبر صحراء رملية في العالم بطريقته ونظرته الفنية، خصوصا بعد إضافة العنصر البشري للصورة لكي يوضح حجم الكثبان الرملية الرائعة بتموجاتها الجميلة. عاش الطبيعة، تأمل فيها، قضى معها أوقات جميلة، فاحترف تصويرها وسخر عدسته للكشف عن مناظرها الخلابة لتنتشر بعد ذلك صوره عالميا لأسلوبه الغريب في التقاط الصورة. تعلقت كثير في الطبيعة، أوكي، حبيت المناظر الطبيعية، حبيت أصورها، فسافرت لعدة دول، سافرت برا، شفت الطبيعة، شفت الجبال، رحت بين الغابات، ف عشقت الطبيعة مثل ما تقولي. ف يعني الكاميرا فتحت لي باب حق ان اشوف العالم الخارجي، رحت اجواء ما كنت اتخيل ان بروحها من قبل، يعني كنت اخيم في بين الثلوج، اصور، اقعد في الغابات، فحسيت متعة جدا. خير ان الطبيعة تقربك بعلاقتك سبحان الله برب العالمين، يعني ان اختلف نفسي هناك في الطبيعة اكون اقرب، احس لربي، اتامل خلق الله في الكون. عبد الله الماجد مصور بحريني هاون عقد صداقة حميمة مع العدسة، فأصبحا صديقين متلازمين يجوبان العالم ليحطا رحلهما وسط الجبال وبين الثلوج وفي الغابات وقرب الشواطئ، متوددا إلى الطبيعة بعدسته ليلتقط صورة تشد النظر وتأسر القلب بروعة تفاصيلها. وايد دول في العالم رحت سافرت لها، شفت الطبيعة برا، تناقلت في دول، حبيت الطبيعة، تعلقت فيها، فالكاميرا كانت مثل ما تقولين سبب لي إني أشوف العالم، يعني ما روتني العالم، هي مو بس مجرد هواية، يعني بالنسبة لي أكثر من هواية. إظهار جمال المنطقة العربية للعالم هدفه الأول، فخطط للذهاب لتصوير جمال رمال صحراء الربع الخالي، فجلبت له تلك اللقطة الفوز بجائزة مسابقة سوق عكاظ. مسابقة عكاظ تعتبر من المسابقات الرائدة في الوطن العربي، ولها اسمها، يعني الكل يتمنى ويتمنى انه يشارك فيها ويفوز فيها، طبعا هاي كان شرف لي فوز فيها. بالنسبة للصورة اللي فزت فيها كانت في صورتها في صحراء الربع الخالي، كانت عندي رحلة للصحراء مع مجموعة من المصورين، فشفت مسابقة عكاظ كان موضوعها الصحراء، فقلت فرصة ما دام انا رايح يعني وعندي صور من الربع الخالي من الصحراء، فقلت أشارك فيها، فشاركت في المسابقة والحمد لله. لكل صورة ذكرى يستحضرها ويعيشها ليستمتع بأدق تفاصيلها بين الفينة والأخرى، على أن يستمر في البحث عن مكامن الطبيعة وجمالها ليثبتها بلقطة تأسر عين من يراها، ليناظرها ساعات وساعات متأملا في خلق الله. خولة الجرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.